صباح الخير يا ليلى. يسعد صباحك. كيفك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله دائما وابدا. صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتم رافقنا بصباحنا لليوم. تمنياتنا لكم ولأن بهذا النهار يحمل لنا الخير والصحة والأمنيات الحلوة والرزقة الكريمة. مشوارنا الصباحي بلش معكم، حنكون مع ضيوف من مجالات مختلفة وحنحكي بمواضيع عديدة، أيضا حنكون عنا جولة ضمن المحافظات السورية لنتعرف على آخر الأنشطة الثقافية والفنية ضمن المحافظات السورية. خلونا نبلش هذا الصباح ودائما نقول يا رب يا رب يا رشا. يسعد صباحك وصباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا نهار جديد، يا رب بيحملكم الخير الصحة والرزق وراحة البال. مشاهدينا مشوارنا الصباحي بلش معكم لمدة ساعة وربع من الوقت مع ضيوفنا من مجالات مختلفة وأيضا العديد من المواضيع اللي بتهمكم واللي بتلامس أيضا حياتكم اليومية. وأول محطاتنا اليوم رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم، عن مشاعر الكبت اللي بتحولها الضغوطات النفسية الاجتماعية والاقتصادية بحياتنا. وأيضا رح يكون عنا محطتنا الطبية لنحكي فيها عن عالم تجميل الأسنان، والختام رح يكون مع الريش واللون والفن التشكيلي. مشاهدينا كل هدول المواضيع رح نناقشهم مع ضيوفنا الاختصاصيين، لكن مثل العادة رح نروح لنصبح عليكم بأغنية ونرجع. فيات هربينا سوا، مزروع فوق ترابها وعجباه كل احبابها وبتضل عالي فوق. بأول فقراتنا لليوم خلونا نكون بذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ يلي تسجلت بتاريخ هذا اليوم ب 16 تموز. يوم 16 تموز تسجلت عبر الزمن كتير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1856 بدأ أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي ليسيبس، وبعام 1863 أعمال الشغب بمدينة نيويورك بتدخل يوم الرابع، وهالشي كان احتجاج على قانون التجنيد. وبعام 1945 الولايات المتحدة بتقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية، وبعام 1990 زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر بيضرب الفلبين وبيحصد 1600 قتيل. من الوجوه اللي أبصرت النور بعام 1872 روال أمونتسن مستكشف نرويجي وأول شخص وصل إلى القطبين الشمالي والجنوبي. ومن الأسماء اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1916 إيليا ميتشينكوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1908. لأولى محطاتنا الصباحية رح نروح لفقرة هل تعلم لنتعرف سوا على معلومات جديدة. تعلم أن الإنسان الخلوق بطبعه لا يندم على العطاء ولا ينتظر المعاملة بالمثل، لكنه قد يحزن فقط عندما يكتشف أن عطاءه ذهب لمن لا يستحق.
وأن قراءة الكتب لمدة 15 دقيقة يومياً سيجعلك تقرأ أكثر من 20 كتاباً كل سنة، ما يضعك ضمن قائمة الناس الأكثر قراءة في العالم. وهل تعلم أن الأذكياء يجدون صعوبة دائمة في النوم ليلاً بسبب النشاط الزائد لأدمغتهم؟ لذلك كلما زاد ذكاء الإنسان زاد سهره في الليل. ففي بحث أجراه طبيب نفسي تبين أن أغلب من يسهرون يملكون ذكاء بين 120 إلى 139، وهو ذكاء حاد فوق الطبيعة. وهل تعلم أنه في منتصف الليل قبل النوم مباشرة قد تأتي للإنسان رغبة حقيقية بأن يغير حياته، ما يجعله يقطع وعوداً مع نفسه بتبديل نمط حياته، لكن بمجرد أن يستيقظ صباحاً يختفي كل شيء ويعود كما كان، لذلك المشاعر الليلية تعد من أكثر المشاعر التي تخذل الإنسان. وبأول فقراتنا لليوم رح نروح نحكي عن موضوع بيعاني منه خلينا نقول نسبة كتير كبيرة من الأشخاص، ولكن بحالة نسبة الكبت. يعني خلينا نحكي إنه اليوم ضغوطات الحياة، الأحوال المعيشية الاقتصادية الاجتماعية هي متعبة للناس، واليوم الإنسان عم يتعب كتير ليقدر يأمن حاجياته. أيضا اليوم الإنسان عنده حلم، عنده هدف، كمان عم يتعب كرمال يحقق هذا الشيء. هدول المشاعر بيأثروا علينا وبيولدوا حالة من الكبت، غير الكبت اللي نحن ممكن نكبر عليه من وقت الطفولة وما نشعر بهي الحالة لوقت ما نكبر يا ليلى. تماما يا رشا، واليوم التحولات الاجتماعية والاقتصادية جعلت الفرد رغم انفتاحه مع وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه جعلته فرد منعزل. اليوم يمكن نحن بنمرق بكتير ظروف صعبة، يمكن هذا الشيء بيخلينا نكبت، يمكن ما في أشخاص أنه اليوم نحكي لون الشيء اللي جواتنا، يمكن عم نشوف الأشخاص اللي حولنا كمان هنن عندهم نفس الضغوطات ونفس الشيء اللي عايشينه. هذا الشيء يمكن اللي عم بيخلينا نكبت ضغوطاتنا ونكبت مشاعرنا. يمكن اليوم هاي المشاعر السلبية وقت اللي بدنا نكبتها تتحول لكتير من الآثار النفسية والجسدية علينا. اليوم أسئلة كتير رح تجيبنا عليها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة الاستشارية الأسرية ومدربة تطوير الذات مريم حاج عثمان. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك. هي حالة عامة ولكن خلينا حالة نسبية، اليوم ما فينا نعمم النسب عند كل الأشخاص ولكن موجودة يعني طبعا. وخاصة بهي الظروف. بداية خلينا نعرف شو يعني الكبت، اليوم كيف قادر الإنسان يعرف أنه هو عنده هي الحالة؟ تمام. هلأ هي الكبت هي فكرة، يعني هي حالة خاصة بالشعور الإنساني، بيصير أنه بيتذكر ذكريات مؤلمة أو ممكن يكون عنده مواقف مؤلمة، فشو بيعمل فيها؟ فبيبعدها، بيستبعدها عن الشعور، بيستبعدها عن الوعي، فبصير من منطقة الشعور للا شعور، بصير من منطقة الوعي للا وعي، مشان ما يحس بهالإحساس المؤلم أو الإحساس المحلو تجاه هذا الموقف، تجاه هي الذكرى. فممكن يكون الكبت يكون إما مقصود أو غير مقصود. غير مقصوده ممكن يكون من ايام الطفوله، او انا شفت مشهد بيكون مثلا عنيف او فيه اشياء ضد الانسانيه، خاصه ضد الانسانيه، فانا بصير عندي مثل صدمه. هي الصدمه بتولد لي شعور سلبي ومشاعر انا اذا ما طلعتها ممكن تعمل لي مشاكل فيما بعد لانه كبتت. اما ممكن تكون مشاعر المكبوته اني انا بارادتي كبتها، ممكن ذكر ذكريات مؤلمه، مواقف مؤلمه، كلمه مؤلمه، يعني كانت مفصل بحياتي او عملت لي نقطه تحول بحياتي، ممكن التنمر او اي شيء انا بحياتي مرقت، فانا بعمل اني انا بتجاهلها وبتغافل عنها او بنساها. فعندي احد امرين، اما الكبت حيكون لا وعي، ما بعرف انه عندي هاي المشاعر وهي كبتت، او بكون عندي اياها وانا بلشت اني انا اتغافل عنها او اتجاهلها. وبكل الحالتين هي الاسباب او الظروف اللي عم بيمرق فيها الشخص او النتائج اللي عم بيمرق فيها هي واحده. طيب ذكرتي حضرتك معظم الاسباب اليوم اللي بتؤدي للكبت، اول شيء خلينا نحكي عن الاشياء عنا اليوم اللي او الحالات اللي عم تمرق فيها، الحالات اللي عم بتشوفيها انه هدول الاشياء اسباب اللي فعلا عم بتؤدي لهي المشاعر. تمام. هلا الفكره اللي نحن بنشوفها دائما في مؤشرات لانه انا اعرف انه في عندي كبت ولا لا، في كبت مشاعر سلبيه ولا لا، مثل ما قلت لك ممكن بعرف انه انا تغافلت عنها او لا، في هيك مثل عوامل بسيطه اني انا مثلا من اي شيء صغير رحت تعصبت وفرت وغضبت
أنا لازم أعمل ستوب. أنا لازم أعمل ستوب لأنه هذا التصرف اللي صار قدامي ما بيستدعي كل هالعصبية وكل هالردة الفعل وكل هالعنف هذا اللي نحن عم نعمله، كان صراخ أو كان غضب أو كان تفريغ إني أنا ليش هيك عملته ليش هيك ساويته. فموضوع بسيط، تفصيلة بسيطة، مثلا حدا كسر علي بالسيارة أو حدا مثلا دفشني بدون ما أنا بدون ما أشعر أو هو ينتبه، هدول الأمور بسيطة أنا بقولها القشة التي قصمت ظهر البعير، يعني أنا واصلة معي لتمام وإجت شغلة صغيرة خلتني أنا فرغ أو انفجر بمشاعري. ممكن تكون هي الموضوع، ممكن يكون عندي الاضطرابات النوم والأكل، فأنا لما بصير عندي هالاضطرابات النوم والأكل، يعني أنا مثلا ما بنام منيح أو أنا بنام ولكن بصحى فجأة بنص الليل ما بعرف ليش، لأني أنا دائما عندي تفكير زايد. تمام، تفكير الزايد. ممكن يكون عندي اضطرابات الأكل، فجأة بتلاقيني عم باكل، هذا نحن بنقول له الجوع العاطفي، انه انا بفشش بالاكل فبيطبطب علي الاكل فبتلاقيني فاتحه البراد ونازله اكل، او العكس ممكن انا افقد شهيتي. فبكل الاحوال هدول بيجونا ما بيجونا استشارات اللي انا ما عم باكل ماني عارفه ليش، فجأة خسرت وزن او فجأة سمنت كثير وعم باكل اكل مع اني لا عم باخذ ادويه ولا عم باخذ شيء. يعني انا شهيتي ايوه شهيتي مفتوحه لابعد حد، شو ما بدك باكل، هذا احنا بنقول له جوع العاطفي، او مثل ما بقول لك الطبطبه العاطفيه هي بتفرغ بهذا هي المشاعر. فبيجينا هيك استشارات، او بتجي الام، امهات اكثر شيء الامهات بتلاقيها مليون شغله وشغله عم تعمل. هي شو اللي بيصير؟ بصير عندي تداخل بالمهام، تداخل بالاعمال، فبصير عندي حتى انا ما بعرف ليش انا اليوم معصبه، يل ترى انا معصبه من اولادي، يل ترى انا معصبه لانه مثلا ما عندي اغراض الطبختي مثلا، يل ترى معصبه لانه انا يعني قطاري عم يمرق وعمري عم يمرق، ولا هي بالاخير كلياته مجتمعين، وانه انا مثلا كلمه حكاني اياها زوجي الصبح او غيرت لي مودي كلياته، بس انا ما بعرف انه هي الكلمه غيرت لي حالي. فمرقت بمراحل انه صار عندي مهام كبيره واشغال كثيره فصارت متداخله، ما عاد عرفت شو هو اللي عمل لي هالضغط هذا او الكبت المشاعر او خلق لي المشاعر السلبيه. اذا انا ما عرفتها ومشيت بيومي وبلشت اعصب وخلص وراحت المشاعر، هي الكلمه اللي حكى لها اياها بيوم من الايام رح تكبر وتكبر وتكبر، تولد عندها اما امراض نفسيه او جسديه. فالمفروض اني انا لما بعرف حالي في عندي عوامل اني انا مارق فيها، عندي عوامل اني انا عندي مشاعر سلبيه بس انا ما بعرفها، جاهله، وهي اصعب الامور، اني انا عندي مشاعر اني انا مالي بالمود اليوم، مالي حاسس حالي مستقر، حاسس حالي مخبص، حاسس حالي متوتر، حاسس حالي معصب بس ما بعرف ليش. فالفكره اني اللي ما بعرف ليش اني انا وقف ستوب وحلل حالي. هلا نحن في حالتين، اما نروح عند المختص إذا عندي إياها كتير وأعاقت لي حياتي وأعاقت لي مسيرة أني أنا عم بعمل المهام عندي، أو أني أنا وقف إذا ما معي حتى ظروف مادية ما بتسمح لي أني روح لأخصائي. ففي تكنيكات ممكن نحكي هلأ فيها كيف ممكن أنا أعرف أني عندي كبد وكيف أعالجها. طيب خلينا نعرف كيف اليوم نقدر نحن يعني نعرف انه هذا الشخص او نحن بشكل شخصي عندنا كبت. اليوم كل ما حدا مستثنى من هي الحاله، أكيد ولكن ما في حدا. مثل ما قلنا بالنسب احيانا بتحسي انه في شخص مثل ما قلتي الموقف ما بيستاهل بيفجر عليكي، صحيح. في شخص بتذكر شغله من 20 سنه بيرجع كفكره بترجع ذاكره بتستحضرها بيرجع بفوت بحاله جدا سيئه. يعني هل اليوم كل هدول الاعراض تحت مسمى الكبت؟ نعم، هي تحت مسمى الكبت. ممكن انا تجيني فكره فيتولد لي مشاعر الالم اللي انا كابتها من قبل، فيصير مودي كلياته مو ظابط وما لي عارفان شو بدي اعمل، ما لي عارفان كيف فرغ الم هالفكره اللي اجتني هلا. يعني مثلا انا قاعده مثلا بين رفقاتي فجاه اجتني فكره انه انا فاشله، انا ما عم بانجز، رفقاتي عم بتطلع فيهم هيك كلهم انجز الا انا. فرجعت لي ذاكره كبيره ومشاعر كبيره اني انا ما عم بقدر غير قادر على الانجاز، او انا بيقولوا لي بالعيله اني انا مثلا افترضنا انه انا فاشل. هون انا بعرف اني انا هل ترى هي الكلمه او هذا الموقف هو اللي سبب لي هذا الشعور ولا هي من اول موجوده. هلا انا لازم اقعد مع حالي مده 3 دقائق 4 دقائق لحتى استرجع انه يا هل ترى هذا الشعور اللي هلا انا حسيت انه انا مالي مظابط من وين تولد؟ من هاللحظة اللي أنا قاعدة معكم فيها، ولا هو أصلاً من مبارح كان مثلا بموقف معين أو بكلمة معينة ذكرني حدا فيها أو بفكرة أنا تذكرتها. فأنا بدي استرجع اللحظة اللي أنا فيها مودي تغير حتى لو كنت صامتة. يعني ممكن مو ضروري يكون مثلا حدا مثلا حكى لي كلمه او صار قدامي موقف او حدا عمل سلوك معين او انا عملت سلوك معين معناته انه من هاللحظه هاي
انا عندي هالمشاعر السلبيه، لا انا ممكن وانا ساكت اجتني هالفكره، فانا بدي اعرف بالضبط امتى تولدت معي هالفكره اني انا بلشت احس حالي مالي متوازن ومالي بالمود. فبقعد مع حالي هيك مده 4-5 دقائق اعرف وين كنت بلحظه اني انا كنت مبسوطه او كنت مرتاحه، وفجاه اني انا بلشت احس حالي بعدم الارتياح. فبتحليل النفسيه تبعي وبتحليل المهام تبعي اللي انا عملتها بعرف وين النقطه بالضبط. طب هالنقطه هي ليه ضايقتني؟ هترجع معي سبحان الله، هترجع معي انه هالنقطه مرقت معي بموقف من المواقف، فانا هون باسترجاعي لمواقف ومشاعري السلبيه من امتى كانت انا هون بعالجها كشخص. اذا انا ما بدي اروح على مختص، كثير مهم اعرف امتى كان هذا المود تبعي بلش ما يزبط يتغير. ففي لما بعرف هذا الشيء هون انا فتت للعلاج، اما انا باخذ خطوات بسيطه لحتى انا فرغ المشاعر مشان ما تعمل لي هالضغط القشره التي قسمت ظهر البعير، مثل ما حكى اي حدا حكاني كلمه روح انا انفجر بوشه او يصير في بركان قدامه. في عالم بوجه بعض عم ينفجروا هالايام تماما ما بتعرفي ليش، هذا عرفي انه عنده كبت مشاعر سلبيه ان كان بايده او من غير وعي مارق فيها. فهو لازم تنصحي انه معلش اقعد مع حالك 5 دقائق وعرف انت ليش عم تتصرف. فبس 5 دقائق مع النفس نقعد، خلينا نصاحب حالنا، يعني كثير مهم انه تلاقينا نحن بالمجتمع بفهم عليك وبفهم عليها وبحب انا ساعدك وبحب ساعدها، بس للحظه بنسى انه انا كشخص الاولى اني صادق حالي وصاحب حالي واعرف حالي اكثر ما اعرف الاخر. فبهالخمس دقائق لما بقعد وبقعد بحلل هالنفسيه اللي عندي او المشاعر اللي انا مرقت فيها بتعاطف مع حالي وبقول هالشخص هذا والله عمل اللي بيقدر عليه، والله عمل اللي بيحسن يعمله، معلش خليني طبطب عليه، خليني اتعرف عليه، خليني اتعاطف معه. هون لما بصير بتعاطف معه هون بصير بخفف هالمشاعر، مثل لما بدي اقول لك انا مثلا بدك تخففي مشاعر السلبيه عندك كعلاج روحي لعند حدا فضفضي له. نحن بالكلام بنحس حالنا انه مرتاحين، طبعا شخص صادق وصدوق وموثوق نعم. هلا احيانا هذا الشخص اللي انا عم فضفض له، نحن بنقول له العلاقات الداعمه، هذا الشخص اللي نحن عم فضفض له احيانا بنخاف عليه. يعني بتروحي مثلا بتقولي ابي انا مثلا فضفض له او امي او صديقتي او اخي، ولكن بلحظه من اللحظات بتلاقي انك انت شيلتي همك، حملتي مو ناقصه تماما بتقولي لا ما رح حاكي. فانا هون بقول اذا قادر انت تلجا لمختص افضل، لانه هذا المختص حيسمعك حيعطيك التحليل الصح وحياخذ الامور بمواقف غير شخصيه، ما رح يحمل همك وبعدين يقول لك انه انا حامل همك ترى شو صار معك مثل ابوك او امك او حدا قريب لك. فالفضفضه تعمل لي تفريغ للمشاعر، لانه نحن يعني بنحب الاجتماعيات وبنحب نحكي، بنحب يكون في عندنا علاقات اجتماعيه حلوه، فالفضفضه كثير حلوه. اذا ما احسنت فضفضت ما في صديق، ما عندي قدره اني انا اروح لمختص وهي جلسات الطويله، فكثير حلو اني اروح على شيء اسمه الكتابه العلاجيه. يعني كتابة العلاجية اني انا امسك ورقة وقلم، طبعا حد اللي في عالم ما بيحبوا يمسكوا ورقة وقلم، حنقول عنهم شيء، امسك ورقة وقلم وخلي قلمي يكتب شو من كان بالعامية بالفصحى اي فكرة احكي فيها. عود حالي هالعادة اني امسك القلم قبل ما انام 5 دقائق أو 10 دقائق، او انا فترة راحتي امسك هالقلم والورقة واقعد شخبر واقعد اكتب كلمات شو ما بيخطر براسي اكتبها، بس بحيث انه اكتب اي شيء بدون رقيب كانه انت قاعد لحالك ما حدا شايفك ابدا. هتقولي لي هذا الموضوع ممكن حدا يقرا، انا اجتني استشاره قالت لي انا لما كتبت فانا نسيته على الطاوله فاجا حدا من اقاربها قراه فكانت مشكله كثير كبيره. معنا بمشكله اكبر هون تمام، صار عندها مشاعر كبت، صار عندها مشاعر يعني عنف من اهلها، عنف حسب الكتابه اللي كتبتها. فهون انا بقول اذا كتبتي دغري مباشره خبيها شوي، خبيها بقرنه او اكتبيها، خدي مجال ساعه، خليها بايدك مجال ساعه وروحي قريها مره ثانيه، بس قريها بلحظه انه كانك عم تقري حدا كاتب هذا الشيء مو انت، يعني انت اللي مو كاتبتي، انت قريه كانه حدا تاني كاتبها. طب انا ما بحب اكتب شو بعمل؟ طبعا بالاخير شقيه وكبيه لانه اكيد ما بدنا ماسك على حدا، خاصه اذا عم بفضفض كل شيء داخله. في الفويس ريكورد انه انا سجل موبايلي، حتى اذا بدي اكتب عوض ما اكتب ورقه وقلم اكتب على موبايلي اكتب على لابتوبي في كلمه سر صعب كثير تمام، اكيد ما حدا حيفوت لهذا الموضوع للموبايل، صعب كثير يفوتوا وينبشوا بموبايلك ويعملوا وبعدين يحذفي.
طب انا ما بدي اكتب، مو بحب اصلا اعبر بالكتابه، فويس ريكورد، احكي على الشيء اللي انت كثير مضايقك، او انت ليش هلا انت مودك، انت مالك عارفه ليش هيك مودك، احكي عنه بالفويس وتركيه ساعه او ليه ثاني يوم، ثاني يوم اسمعيه مره واحده بس، واسمعي بمنطلق انك انت عم تسمعي شخص ثاني عم بيشتكي لك موقف من المواقف، عم بيشتكي حياته، وبعدين امسحي، لانه انا ما بدي يكون دائما عم بيذكرني باحزاني ودائما عم بيذكرني بالامي، لا انا بسمعه مره واحده وكانه هذا الشخص بده حل او بده يفضفض، فانا لما بسمعه بطريقه انه انا شخص اخر فصير بعذر هذا الشخص اللي هو انا، بصير بقدر هذا الشخص اللي نحن ما عنا تقدير لذاتنا اللي هو انا، بصير بعمل في احترام لهذا الشخص اللي هو انا اللي عم بحكي، فكتير مهم نعمل هذا الشيء، هذا الشيء من الجانب النفسي، اما من الجانب الجسدي فهو الاسهل وانا كتير بدعو له. المشاعر السلبيه وين بتتكون او بتتخزن؟ بتتخزن بمنطقه البطن. هذا البطن بيخزن المشاعر السلبيه كتير وبيضرب، في عنا امراض كتير بتصير منها السكري، منها قرحة معدية، من الكورونا العصبي اللي نحن معظم الشعب فيه. معظم الشعب موجود تماما، فهي عبارة عن مشاعر سلبية مكبوتة هي عم تتخزن بمنطقة المعدة، فالشي اللي نحن منقوله كطب منقول انه روحي خلي هاي المنطقة تهتز لحتى تفرغي هالطاقة السلبية. شو يعني؟ يعني رياضة، رياضة بطن، رقص، رقص الزومبا، أي شيء ممكن، أي شيء ممكن يهز هذا البطن يعمل له اهتزازات، إما رياضة أو ممكن يكون رقص، كمان ممكن يكون إما بكاء أو قهقهة ضحك، والاثنين بيعملوا اهتزازات بالبطن. هلا قلت لي أنا ما بقدر، أنا ما بقدر أضحك، روحي ابكي، سكري بابا على حالك، ولكن شرط تبكي ببكاء اللي نحن بنقول منهنفين، عم تبكي بنهنفة، عم تبكي بصوت عالي كبير لحتى يصير في اهتزازات بالبطن. لما ببكي او لما بضحك وبيهتز البطن تبعي بكهكهه معينه، فانا هون بفرز هرمونات نفسها اللي بتفرزها بالضحك، نفسها اللي بتفرزها بالبكاء سبحان الله لحتى تريحني، اللي هي هرمونات السعاده الاندروفين والدوبامين. الدوبامين لما بضحك، الاندروفين اللي بيطبطب لي على الالم، الاندروفين المخدر الرباني اللي رب العالمين خلقنا اياه. فلما بتلاقي حالك عم تبكي بصوت عالي او عم تضحكي بصوت عالي، فسبحان الله بتلاقي حالك ارتحتي. فهذا لا تحرمي حالك منه، هذا خليني اقول علاج رباني مجاني رب العالمين عاطيك اياه، اما الضحك او البكاء، ولكن برجع بقول الضحك عالي والبكاء عالي، كل ما كان عالي كل ما كان تفريغ اكبر. حتقولي لي حيقولوا عني مجنونه، غرفتك سكري بابك وبلشي طلعي هذا الشيء. ممكن اول شيء تحسي انه هذا الموضوع، انا اسفه بهالكلام، سخيف شوي، ولكن لما بتعدي مع حالك وما حدا شايفك وعم تعملي هذا الشيء وحسيتي براحه، حتعيديه مرارا وتكرارا، لانه هذا هو اللي عم يخليكي تشعري براحه، تشعري بعدم مشاعر سلبيه وبانك انت فعلا شوي سعيده، يعني حتى تكملي يومك بشويه هدوء. طيب دكتوره سريعا، شو رايك بالاشخاص اللي بيهربوا اليوم من مشاعرهم، من الواقع اللي هنن فيه بالنوم، وشو اللي بيخليهم اليوم ما يعبروا عن هي المشاعر او يكبتوا؟ هلا هن عم بيروحوا على النوم قصدك؟ يعني عم بيناموا كثير؟ ما يهربوا منه. تماما اكيد، ما هو هذا مؤشر، قلت لك يا انا هذا مؤشر اني انا مارق بمشاعر سلبيه مكبوته، اني انا عندي اضطرابات نوم، انا بهرب بالنوم او انا بهرب بالاكل، فهون انا مؤشر. فانا باخذ لحظه اني انا يا بقعد مع نفسي وبعرف بحلل المشاعر النفسيه تبعي وين خلقت ومن وين خلقت وشو منشأة، واذا كانت صعبه بالطفوله مثلا كانت عندي، ونحن عندنا الفوبيات ما اكثرها، فمن وين نشأت الفوبيا؟ الفوبيا نشأت من المشاعر المكبوته، فجاه انا خفت من المي. ليش انا خفت من المي مثلا؟ لاني انا مرقت بمشاعر او بموقف مخيف بالمي او مخيف بحشره معينه، فهون انا لازم اخذ اما اروح لمختص اذا انا قادر، او اني انا استرجع ليش انا عم خاف، ليش انا هالمشاعر عم حس فيها، وبلش استرجع خطوه خطوه لورا وين خلقت هالمشاعر. لما بسال حالي هالاسئله بتلاقي سبحان الله العقل اللاواعي عم بيخدمك بهالموضوع، عم بتعرفي انه انا حسيت حالي مودي تغير لما شفت واحد مثلا كب المي. طب انا ليه عم خاف من المي؟ هي ما بتعرف حالها انه مثلا عم تخاف من المي، انا ليه عم خاف من كب المي؟ فبتروح بتسترجع الذاكره بالعقل اللاواعي
اني اعرف انا ليش فعلا عندي فوبيا من المي. يا مختص ممكن يساعدها، يا اما هي ممكن تسترجع المشاعر وذكريات المشاعر اللي هي فيها. دكتوره بدنا نتشكر حضورك لليوم، ويعني اليوم نصائح جدا مهمه، وبلاكس موضوع جدا مهم، يعني نحن بحاجه لنتعرف على هي الثقافه الجميله. شكرا لحضرتك، ودائما بنقول الصحه النفسيه لكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم. شكرا لك دكتوره، وبقيه نهار حلو لك. يسعد صباحك. نحن اكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحيه، ولكن كالعاده موجز لاهم الاخبار لليوم مع زميلتنا غيدا زيفا. صباح الخير يا غيدا. يسعد صباحك يا رشا. مشاهدينا ننتقل الى موجز لاخر واهم الانباء بعد الفاصل. أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن من واجب مجلس الشعب أن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية التطويرية التي ترتبط بالرؤى حول دور الدولة ومؤسساتها بشكل عام والسياسات والتوجهات، مشيرا إلى أننا نستطيع أن نضع على مؤسسة مجلس الشعب كل الآمال لأنها الأعلى في أي دولة. وفي تصريحات للصحفيين خلال إدلائه بصوته، أكد الرئيس الأسد أننا نستطيع أن نضع على مؤسسة مجلس الشعب كل الآمال، فهي المؤسسة الأعلى في أي دولة، موضحا أن المؤسسات لا تبنى على الأشخاص وإنما تبنى على الأنظمة. وفي رد على سؤال حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللقاء بسيادته، قال الرئيس الأسد: نحن كما قلنا في أكثر من مناسبة وتصريح إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة، وهذا هو الشيء الطبيعي. لا أحد يفكر بأن يخلق مشاكل مع جيرانه، ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد. استمرار عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد بيّن أن عملية الفرز تتم من قبل لجنة الانتخاب بحضور المرشح أو وكيله، وبحضور وسائل الأعلام الموجودة في المركز أيضا. وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات. وأوضح القاضي مراد أن المحكمة الدستورية العليا تتولى البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ويقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال 3 أيام من تاريخ أعلان نتائج الانتخابات. أكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتقاء 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم انصيرات وسط القطاع ومدينتي خان يونس ورفح جنوبه. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن أعداد الشهداء والمصابين التي وصلت إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال 48 ساعة ارتفعت إلى 320 شهيدا ومصابا، حيث وصلوا وأجسادهم محروقة حرقا نتيجة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا. وأشار المكتب الحكومي أنه وفقا لتقديرات طبية فإن الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال هي صواريخ وقنابل يطلق عليها الأسلحة الحرارية أو الأسلحة الكيماوية، وهي أسلحة غير تقليدية ومحرمة دوليا. بالمقابل أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تفجير صاروخ من مخلفات العدو في دبابتين صهيونيتين من نوع ميركابا حولهما عدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب دوار 17 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وقالت المقاومة إن مقاتليها استهدفوا أيضا مجموعة من جنود الاحتلال داخل شقة عند مفترق عوض الله وسط مخيم يبنى برفح، وأوقعوها بين قتيل وجريح. وأشارت المقاومة إلى أنها قصفت جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بمحيط مفترق عوض الله وسط مخيم يبنى جنوب مدينة رفح.
مشاهدينا هذا كان كل شيء حتى الساعة. عودة إليك رشا. شكرا لك يا غيداء، وبقيت نهار حلو لك أكيد. أما نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية وحنروح لأول تقاريرنا لليوم. تماما يا رشا، واليوم رح نحكي بتقريرنا عن مسرح الحمراء بدمشق وحفل لكورال البشائر اللي قدم أمسية غنائية بعنوان شوه العصر بقيادة سليمان حرفوش وأشراف فني عيسى النجار. منتابع التفاصيل بهي المادة. برعاية وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى، قدم كورال البشائر بقيادة الموسيقي سليمان حرفوش حفلاً غنائياً بعنوان شوه العصر على خشبة مسرح الحمراء بدمشق. هدفنا الحفلة هو نشر ثقافة أنه ممكن سيدات تقدم برنامج تراثي ومليء بالشيء الجمالي شكلاً ومضموناً. الكورال بتألف من 40 سيدة، ومعنا 3 شباب رح يكونوا مشاركين معنا في لهم شغل معين ضمن الكورال. رح يقدموا مجموعة من الأعمال التراثية، في شيء لأم كلثوم، سيدة أم كلثوم، في شيء للأستاذ عبد الوهاب، في شيء قديم للست هدى سلطان، وفي شيء حديث معاصر. نحن رح نغني مجموعة من الأغاني المعروفة الطربية والعاطفية، وفي عنا 3 أغاني خاصة رح نقدمون، هن كلماتي والحاني، شو هالعصر اللي هي عنوان الأمسية، وطفت حروف وكلمات، ويا طير الحمام. على نحن بنقدم الأغاني الطربية والشعبية لنشر فكر، لأنه هو كورال جله من السيدات ما بين 25 ل 80 سنة من السيدات الكبار، فيمكن تكون حالة استثنائية. بالأساس قمنا على الدعم النفسي، أما بعدين صار عندنا مستوى نوعي نقدر نقدم على مسرح الحمراء. الحفل تضمن باقة متنوعة من التراث القديم وبعض الأغاني الحديثة بمشاركة مختلف الفئات العمرية، بهدف إبعاد الجمهور عن ضغوط الحياة ودمج الإنسانية بالموسيقى والمشاعر بعيدا عن الظواهر السلبية للتكنولوجيا. كان كورال البشائر مؤسس من 2019، كان موضوعه موضوع انه ترفيهي نفسي اجتماعي. بعدين خلال الامسيات يلي عملوها لقينا عندهم انه كتير طاقه حلوه، طاقه فنيه بتجنن، فعملوا كم يعني كذا امسيه بجرمانة، اغاني قديمه واغاني جديده، في اغاني للاستاذ عيسى تاليفه والحانه 3 اغاني، الباقيين كلهم قدمة. شاركنا بالكورال من 2019 وبعدنا لهلق مستمرين بالكورال. نحن بننزل يعني عنا الأستاذ سليمان بيدربنا، عنا جو حلو، مركز فيه طاقة إيجابية رهيبة. يعني أنت بتكوني بالبيت تعبانة من شيء أو كذا، بتنزل لتحت بتنبسطي بتفضي بتطلعي كتير مبسوطة. حتى كورال البشائر وبسبب الإقبال الواسع من الجماهير سيقدم عدة حفلات في بعض المحافظات، سعيا منه في نشر رسالته عن الموسيقى والجمال. وضمن مساحتنا الطبية لليوم رح نحكي فيها عن تجميل الأسنان وآخر تريند اليوم لتجميل الأسنان، بعد طرح عدة نماذج لتجميل الأسنان وصنع الابتسامة، إلا أنه اليوم العالم عم يتجه للابتسامة الأكثر طبيعية. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بصيرنا نرحب بالدكتورة دانا مسلم، اختصاصية في علاج وتجميل الأسنان. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. صباح الخير دكتورة دانا، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. مرقنا بسنوات كانت ثورة وموجة من الموضة بتجميل الأسنان، الابتسامة البيضاء كتير، الأسنان السميكة، الأرنب و إلى آخره، ولكن بلشنا نرجع نشوف الناس عم ترجع تحب الطبيعة وترجع للابتسامة الطبيعية وحتى الشكل الطبيعي. شو رأيك؟
صحيح. هلا خلينا نتفق بالاول انه الابتسامه الجميله هي عن جد احد العناصر المهمه بالقبول الاجتماعي والقبول الاول. يعني نحن اول ما نتعرف على شخص او نلاحظ شخص لما نشوف ابتسامه جميله اكيد بتلفتنا. فلهالسبب هي يعني امتدت اهميتها. ليش صار الكل بيلجا انه يحصل على اسنان جميله، اسنان مثاليه؟ لهالسبب هاد. بس بالنسبه للترندز والصيحات الموضه اللي طلعت هلا، خلينا نبلش بالهوليوود سمايل. يعني من اكثر من 15 سنه او 20 سنه بلشت، صرنا نشوفها على مشاهير هوليوود وبعدين انتقلت لمشاهير الوطن العربي. اللي كان فيها شويه مبالغه، يعني الالوان ناصعه البياض، شديده البياض كان الاسنان يعني. وهذا الصراحه هذا الابيض ما لا يليق بالجميع، هي نقطه مهمه. بلس انه كمان كان الاسنان عم تكون تقريبا كلها بشكل واحد، بطول واحد. يعني نشوف مربعات مصطفه بجانب بعضها، ما عاد في فرق بين النهايه الناب له شكل، الاسنان المركزيه السنترلز اللي بالنص هدول لهم شكل، لهم طول، مقاييس ونسب معينه. فبرايي انه نحن كاطباء تجميل دورنا انه نوجه المراجعين اللي عنا او نخلي الفكر والثقافه الجديده تتجه باتجاه الشكل الطبيعي. انه بالنهايه نحن مرجعيتنا شو؟ شكل السن الطبيعي بالشكل المثالي لإله. يعني بالنهايه اكيد ما بنقصد لما بنقول لا خليك على طبيعه اسنانك وهي فيها مثلا فراغات او في تراكبات، في مشاكل كثيره، لا اكيد لا. نحن عم نقصد بالشكل الطبيعي الشكل المثالي. يعني مهما عملنا ما حنعمل اسنان اجمل من خلقه رب العالمين. فنحن بتكون مرجعيتنا الشكل المثالي الثاني للأسنان الطبيعية مثل ما هي بالأساس، باللون الطبيعي الأبيض يعني، بس المقبول، مو الأبيض اللي أصلاً مو موجود بالطبيعة. طب دكتورة، اليوم هاي التحولات اللي صارت، اليوم فعلاً الناس صارت تلجأ للابتسامة الأكثر طبيعية، والتجميل اللي صار بالفترة الأخيرة كل الناس صارت تعمل أسنانها بعدة يمكن نماذج اليوم مختلفة، حتى أحياناً يمكن هذا الشيء ما بيكون لابق للوجه. ممكن هذا الشيء الناس صارت ترجع للابتسامة الطبيعية، صار في مبالغة يمكن بتجميل الأسنان، هذا السبب يمكن أنه خلى الناس ترجع للابتسامة الطبيعية؟ صحيح. هلا المبدأ بالأساس هو أنه نحن نختار ابتسامة تناسبنا، هذا يعني بالبند الأول. أنه نحن ما نعمل بالنهاية هي مثل بصمة، بالنهاية بصمتي ما بتختلف عن بصمتك. يعني بده يكون في طابع شخصي لكل ابتسامة. يعني نحن اوكي نحن بدنا شكل طبيعي، بس دائما في دراسه بتصير من قبل الطبيب للمراجع، بندرس فيها تفاصيل كثير مهمه مثل لون البشره، لون الشعر، ممكن نساله عن طبيعه عمله، عن السن. كل هالقصص هي بتعطيني رؤيه كيف بدها تكون هالابتسامه لهالشخص. فاذا تصممت الابتسامه للشخص لإله بالمعايير هي اللي عم نحكيها، بتكون ابتسامه يعني خلينا نقول بتخدمه يعني اطول فتره ممكنه. ما بدنا نعمل موضه وترند وبعد 4-5 سنين ينمل منا يا يطلع موضه جديده. يعني كمان طلعت موضه اللومينيرز من فتره ولاقت رواج كثير كبير. ليه؟ لانه كانت فكرتها انه يصير وضع هالتركيبات هي او هالقشور التجميليه بدون برد تماما للاسنان. وهذا الشيء يعني محبب من قبل الاشخاص لانه بيقولوا ما في خساره، يعني نحن ما حنخسر اسناننا، ما حنبردهم، وبالتالي عم يتم وضع هالتركيبات مباشره. بس مع الوقت لقينا انه هي في لها مساوئ كثير كبيره. عم يكون بهالمكان نحن ما عم نخلق قاعده لهالتركيبه هي او لهالقشره هي، فبالتالي عم يصير تجمع بقايا طعام، عم يصير في التهابات لثويه، بعدين عم يصير في رائحه فم غير جيده عند المريض. فشو الفائده اني انا اعطيته نتيجه جماليه ولكن ما عاد في صحه، يعني ما في صحة فموية جيدة، فعنده مشاكل بالمضغ، بالإطباق، بالكلام، كل هالأمور هي مفروض تتراعى. يعني الناحية الصحية توازي تماماً الناحية التجميلية، نكون محققين هالهدفين. ومن هالمبدأ هذا نحن بنحصل على ابتسامة جميلة مناسبة لإلنا بالشكل الأولي، وأيضاً إنها تضاين معنا، تخدمنا فترة طويلة، مو كم سنة وأنا تبطل موضتها. لهيك الشكل الطبيعي ما بيبطل، يعني بيكون معمول بشكل مثالي بيناسب المريض لأطول فترة ممكن. خلينا نقول طيب دكتورة، كون حضرتك ذكرتي الشكل الطبيعي، خلينا نروح للابتسامة الأكثر طبيعية. اليوم كيف بيتم تصنيعها؟ يعني عند الدكتور وعن طريق المخبر أيضا؟
اكيد في حيكون في مسؤوليه مشتركه وفي تعاون بين الطبيب التجميل وبين المخبر اللي بيقوم كمان بجزء كبير من العمل. مثل ما قلت لك بندرس تفاصيل كثيره بالشخص اللي قدامنا، يعني كثير مهم طبيب التجميل يعطي جلسه كامله بس للشخص ليعرف منه هي القصص، هي يدرس شخصيته. كمان في اشخاص مثلا طبيعه عملهم تفرض عليهم مثل انتم بالاعلام تحت الاضواء، هذا الشيء يعني ممكن انصمم لك ابتسامه تختلف عن صبيه اخرى، او مثلا اعمل ابتسامه لصبيه ووحده لكبار السن، كمان في فرق بين النساء بين الرجال بين الشابات وبين المتقدمين بالعمر، يعني شكل الاسنان حتى بتختلف مع تقدم العمر. فانا بيهمني اني ادرس هالتفاصيل هي كلها، ومثل ما قلنا نحافظ على شكل كل سن كيف ما هو. بالنهايه انا ما حاخترع شكل سن من عندي، انا عم بلحق ومرجعيتي هي شكل السن الطبيعي بحالته المثاليه. بنعمل هالارتصاف هاد كمان ما تكون بلون واحد، يعني نحن اسناننا الطبيعيه لما بنشوفها بنلاقي في اختلاف شوي باللون وفي تدرج باللون بالسن نفسه. فكل هاي الامور اذا حققناها عملنا الشفوفيه اللازمه الموجوده ايضا بالسن الطبيعي، فبالنتيجه النهائيه بنلاقي انه حصلنا على ابتسامه جميله لائقه مناسبة لإلي، مفروض ما تكون تشبه ابتسامة حدا ثاني. ما نعمل ابتسامة جميلة موحدة للجميع، مثل أنا نجحت معي ابتسامة أعملها وصممها وكل مرضاي أعملهم إياها بنفس الشكل، كمان هذا الشيء غلط. مثل ما قلنا كل شخص له بصمته وله ابتسامته الخاصة فيه. يعني مثل ما ذكرتي حضرتك الدور بيرجع للطبيب. اليوم في حالات بتجي لعند الطبيب أنا بدي مثل هاي الصورة، هون دور الطبيب إنه ينصح إنه هي بتلبق أو هي ما بتلبق أو هي بتزبط أو هي أكيد ما بتزبط. أكيد نحن دورنا هون إنه أكيد نراعي ذوق المراجع او رايه، له ملاحظات معينه بنقدر نحققها نعمل له اياها، بس دورنا انه نوجهه ونخليه مثل ما قلنا. انه كثير اجاني مثلا بيقول لي دكتوره انا عامل وعامل حطي لي افتح شيء، كثير بسمعها هي، او مثلا انا مثل ما قلتي هي الصوره عاجبتني بس مثلا شكل هي الاسنان وطولها وتناسقها ما بيليق مثلا بشكل وجهك او بلون بشرتك او بلون عيونك، كل هالقصص مفروض نحن نوضحها له، ورأينا يعني مع رايه بيمشي الحال. طيب دكتورة ذكرتي نقطة وللأسف يعني شفنا أخطاء كتير كبيرة، واليوم يعني الطبيب بيقول لك أنه أنا صممت صح أخذ الإطباق صح ولكن اليوم صار في خطأ من المخبر، يعني ما عطانا النتيجة اللي نحن بدنا إياها. يعني اليوم قدامهم اليوم التشاركية بين المخبر والطبيب والانتقاء المخبر الصح. أكيد في مسؤولية مثل ما قلنا مشتركة، يعني مثل ما للطبيب دور كبير أيضا للمخبر في له دور كبير، لأنه هو اللي بده يصنع هذا الشيء. أنا بنقل له المقاسات والقياسات الخاصة بمريضي لعنده، هو مفروض يقوم يعني أكيد كمان هذا الشيء ما بيخص المريض، يعني أنا المريض إجا لعندي إلي فهو بيلومني لإلي، مفروض الطبيب يكون عنده بيتعامل مع مختبر عنده تقنيات عالية تقنيات حديثة. بالنهاية هلا صار في تقنيات كثير متطورة بتصميم هالقشور هي التركيبات اللي عم تجي سماكات كثير رقيقة، وبالتالي هذا أفضل صحياً وأكثر جمالية. فإذا تصممت يعني بطريقة أنه مع حرفيين عاليين من حيث الطبيب والمخبر بناخذ نتيجة جميلة. وما بدي أنسى أنه ما دائماً كمان نلوم المخبر نلوم الطبيب، كمان في دور كثير كبير على المريض. أنا سلمته الأسنان بشكل جميل مناسب صحي، كمان هو في عليه مسؤولية لما انتقلت هالأسنان أو هالتركيبات لعنده صارت هي مهمته أنه يعتني فيه عناية. أنا بكون عاطيته تعليمات المراجعة الدورية كل 6 أشهر، مو كثير إذا زارنا مرتين بالسنة نتأكد أنه ما في نخور بين هاي التركيبات، ما في نخور بين الأسنان، ما في التهابات، ما في رائحة سيئة، كل هالقصص هي مفروض أنه عليه أيضا دور، وأنا بوضح له هالأمور قبل حتى ما نشتغل أنه في عناية مطلوبة من قبلك لحتى تحافظ على الشغل اللي نحن قدمنا لك إياه. أكيد مثل ما علينا دور كمان هو كثير مهم أنه يعتني بتفريش الأسنان، استخدام الخيط بين هالتركيبات وبين الأسنان، هيك بنضمن أنه نحن نحافظ على الشكل الجمالي اللي حققناه لأطول فترة ممكنة. طب خلينا نروح شوي دكتورة لتبييض الأسنان. اليوم في أشخاص أسنانهم بيحسوا أنهم ما بدهم تجميل، ما هم بحاجة لأي تجميل لكن بحاجة لتبييض، بيلجأوا للتبييض. كمان إجراءات التبييض الأقرب للطبيعية، ومين هم الأشخاص اليوم اللي ما بينجح معهم التبييض أو ما بيستمر معهم تبييض الأسنان؟ هلا صراحة التبييض بالنهاية له نوعين، إما تبييض بالعيادة بيتم ضمن جلسة بيقوم فيها الطبيب، أو ممكن يعملها المريض بنفسه بالمنزل. بهالنوعين ناخذ تقريبا نفس النتيجه، هو الفرق بيناتهم الاسرع اكيد بتكون بالعياده.
النتيجة دائما بتكون يعني خلينا نقول مو مثل وضع التركيبات، لأنه هناك بنتحكم باللون على كيفنا. هو ممكن يكون البياض درجتين لثلاث درجات أفتح من لون الأسنان الطبيعية. هلأ اللي ما كتير بيستفيد من هالإجراء هذا هو الأشخاص اللي بيشربوا مثلا الملونات، القهوة بشكل متكرر خلال اليوم، الشاي، المشروبات الغازية، المشروبات اللي فيها ملونات صناعية. فهدول يعني بصراحة ما في ديمومة للتبييض عندهم، لأنه أو المدخنين كمان بشكل أساسي. شو حلقتهم هدول دكتورة؟ الحل انه اما بده يستعين بالتبييض لكل فتره، يعني كل 6 أشهر يعيد الجلسه، يكرر التبييض، لانه هو ما عم يقدر يحافظ عليه لفتره طويله بسبب هالعاده اليوميه اللي عنده، مثل ما قلنا المدخنين او اللي بيشربوا هالمشروبات بشكل متكرر، او انه مثل ما قلنا لوضع التركيبات هون. اذا كان في عندنا مشكله، يعني انا كمان ما بنصح بالتجميل للكل، يعني لو كلنا بنسعى انه نحصل على نتيجه مثاليه، بس في اشخاص عندهم اسنان صحيه سليمه، حرام انه نوضع لهم تركيبات ونحطهم بمشاكل. لا، نحن بس بنحافظ على اللون انه نكرر جلسات التبييض. يعني اما حل ثاني ما في، اما بنوضع التركيبات باللون اللي نحن بدنا اياه ونضمن انه ما يتغير اللون، لانه التركيبات بتحافظ على لونها مهما عملنا، اما او انه بنلجا للتبييض انه الاسنان نفسها مبيضة مفتحه وبنحافظ عليها انه بنكرر هي الجلسه كل ما احتجنا. هي هذا الحل. طيب اليوم عم نحكي عن التبييض عن طريق الليزر او بالمواد بالعياده او حتى بالبيت، اليوم في عده طرق للتبييض. هلا مثل ما حكينا طرق العياده هو استخدام الليزر الضوء، هذا بيسرع لي عمليه التبييض. نحن بنحط مثل واقي او حمايه على النسج الرخوه حول الاسنان، وبنطبق الماده على الاسنان، الماده المبيضه بتراكيز معينه حسب كل شخص حسب الحاله، وبعدين بنطبق اضاءه الليزر اللي هي بتفعل عمليه التبييض. هاي جلسه تقريبا بتستمر من نصف ساعه لساعه بالعياده، وبناخذ نتيجه فوريه. ومثل ما قلنا بتضاينا من 6 أشهر، اشخاص بتضاين عندهم سنه، حتى يلي لو عندهم عادات مثل الذكاء. هلا هون بقى شطاره المريض، يعني دائما الدكتور بيقول لك اذا دخان وقهوه ما حتضاينك. مزبوط هذا الحكي، مزبوط. لا مو ما تفوتي، انت بتعمليها وبتاخذي نتيجه، بس ما حتكون ديمومتها مثل عند الاشخاص يلي ما عندهم تكرار يومي، او بده يصير في عنايه مضاعفه. يعني انت شربتي قهوه مثلا، بتعرفي حالك عامله تبييض بهي الفتره، ففورا بتنظفي اسنانك بعد ما بتخلي القهوه تضل على سطوح الاسنان ترسب وتعطي تعطيها اللون الاصفر. يعني بده يكون في اما عنايه مضاعفه او انه نكرر جلسات التبييض. هذا بده يصير. طب تكرار جلسات التبييض دكتوره ما لها تأثيرات سلبية على الأسنان؟ بصراحة هو طريقة آلية التبييض الحديث ما عم يكون في، يعني ما عم نشيل نحن طبقات من السن مثل ما بيتخيل البعض، لا نحن عم نحاول إنه يعني نشيل الرواسب أصلاً الموجودة على الأسنان، نشيل طبقة الصفراء اللي ممكن تتراكم بسبب الأكل والشرب اليومي والدخان أو الأرجيلة اللي موجودة على سطوح الأسنان، نعيد لون السن الطبيعي اصلا افتح بشوي صغيره. هذا اللي نحن عم نعمله، فنحن ما عم نخسر من طبقات السن الموجوده اصلا، فالتكرار ما له مضر بالدرجه اللي ممكن يتصور الشخص. طيب الاجراء الليزر مؤلم يعني او لا؟ هلا هو ما بيكون مؤلم مثل ما قلت، نحن بنعمل مثل حمايه للثه قبل ما نوضع. يعني في بعض الاشخاص عندهم حساسيه عاليه منه. مزبوط، هي بتختلف من طبيعه الشخص، اذا في حساسيه بالاسنان اكيد، اذا في نخور او تراجع باللثه عند الاسنان على الاسنان، فبنلاقي انه بيصير في لمعان وكذا. بس هي تقريبا فينا نقول محموله لدرجه معينه، لانه عم يطبق حمايه وهي فتره قصيره، يعني الجلسه كلها مثل ما قلت لك من نصف ساعه لساعه، فهون يعني محمول الوضع. التبييض المنزلي بقى بيستمر لفترة أطول، يعني نحن نطلب من المريض أنه يوضع هاي التيوبات والمادة المبيضة بشكل متكرر يومي لمدة على الأقل أسبوعين، 10 أيام لأسبوعين. فهون بقى اللي عنده حساسية أو مشكلة بيقول لك أنه ما فيني ضاين هالقد، بيلجأ للليزر لأنه بيعطي نفس النتيجة ولكن بشكل أسرع. أسهل الوقت يعني. طيب دكتورة اليوم بعد التركيبات وبأنواع، يعني اليوم ممكن بعض المشاكل تصيب الشخص، يعني شفنا ناس كتير قالوا لي يعني أنا بعد ما عملت التركيبة راح مني بعض الأحرف، يعني صار الأحرف اللي خاصة اللثوية يعني صار في عندي مشكلة فيها. بعض الأشخاص أنه صار عندهم روائح بعد فترة. اليوم هدول القصص هل أنهم قابلين للإصلاح؟
اكيد ما في بالنهايه مشكله ما لها حل، بس مثل ما قلنا نحن يلجا الشخص يعني التجميل بالاساس لما تلجا الى الطبيب ليكون في عندك ثقه كامله انه هالطبيب في عنده حرفيه عاليه، في عنده خبره، لانه بصراحه الاجراء ما هو سهل، فيه اول شيء تكلفه ماديه، فيه يعني صعوبه، ومثل ما قلتي ممكن يصير في الم، فالمريض بده يعملها مره واحده بحياته، ما بده يكررها او يصلحها، بالنهايه نحن فينا نصلحها، قادرين انه نصلحها، ولكن ليه لانه يعني اصلا اوصل لهالمرحله، اذا تنفذت بالشكل الصحيح والتقنيه المطلوبه من قبل الطبيب ومن قبل المخبر، وبعدها المريض قام بالعنايه المطلوبه يعني المسؤوليه اللي عليه، فانا برايي ما بيكون في هاي المشاكل. انما اذا كان في اي خطا صراحه بتصميمه من قبل الطبيب، اخذ القياسات او الحواف ما كانت سليمه، فاكيد بدنا نعاني من مشاكل كثيره، يعني هذا الشيء وارد. طيب دكتوره، شو الاعمار المناسبه لاي اجراء تجميلي سواء التبييض المنزلي او بالليزر او الاجراءات التجميليه سواء للشباب او للصبايا؟ هلا صراحه انا بفضل من بعد العمر 18، يعني كحد ادنى انه بعد عمر 18 بنقدر نشتغل على موضوع التجميل. انا دائما يعني الشابات او الشباب اللي بهذا العمر بحاول وجههم باتجاه التقويم، لانه بهالعمر لسه نحن قادرين انه نعيد ارتصاف الاسنان من دون ما نبرد منها ومن دون ما نخسر منها، بانه نعملها معالجه تقويميه. فانا بحاول وجه مرضاي، شفتي هالقصص اللي انا قلت لك انه لازم نعطي وقت للمريض وندرس شخصيته وندرس عمره وندرس طبيعه عمله حتى. فاللي بهالفئه العمريه بفضل انه ما يلجأوا فورا للتركيبات وللتجميل، لانه بالنهايه الى عمر، يعني قد ما قلنا خدمتهم 15 سنه 20 سنه الى عمر، فليه نبلش فيها كثير بكير؟ بهالعمر هذا بنصح انا اكثر نتوجه للتقويم الاسنان لحتى نعطي الارتصاف الجميل، ومستقبلا اذا احتجنا نوضع تركيبات نوضعها لاحقا يعني. طيب دكتوره، خلينا نروح هيك معك بنهايه حديثنا لنصائح عامه كرمال الصحه الفموين كان بالاعتناء بالاسنان او بعد التركيبات والقرار قبل التركيب. اكيد هلا العنايه مطلوبه مثل ما قلنا، مفروض ما حقول شيء جديد، يعني انا بس بدي نبه على موضوع انه نعتني بشكل مضاعف بالتركيبات، ما نفكر انه اذا نحن والله عملنا اجراء مكلف او صعب معناته انا حاحصل على نتيجه مدى الحياه، لا، انا مفروض اعتني بشكل مضاعف حتى اكثر من قبل بالاسنان، تفريش الاسنان بشكل يومي ثلاث مرات باليوم اذا بنقدر، استخدام الخيط بين الاسنان حتى نمنع النخور بين الاسنان والنخور بين التركيبات نفسها اللي ممكن تكون غير مرئيه، نمنع حدوث الالتهابات، استخدام المضامد الفمويه كثير مهم، المراجعه الدوريه، يعني بجوز يصير في عندنا نخور نحن ما ننتبه لها او نعاني مثل ما قلتي من رائحه سيئه او ما نعرف شو سببها، لما بنعمل هالمراجعه الدوريه عند الطبيب بنكتشف قصص كثيره بنلحقها قبل ما تتطور، قبل ما تصير معقده اكثر وعلاجاتها معقده ومكلفه. فهي نصيحتي بصراحه. وبالنسبه للتجميل دائما ما نلحق الموضه، ما نلحق الترند اللي طالع، نعمل الشيء اللي بيناسبنا ونعمل الشيء الاقرب للطبيعي المثالي يلي مثل ما قلنا ما حنمل منه وحيضل معنا يخدمنا لاطول فتره ممكنه. تماما، العنايه كثير ضروريه بصحه الفم والاسنان سواء كان في اجراءات تجميليه او لا. بختام فقرتنا اكيد دكتوره بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها، واكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. شكرا دكتوره، هيك صباحك على طول ابتسامة حلوة. إن شاء الله. شكرا لي وإلكم. أهلا وسهلا. أما نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وقبل ما نروح لنستقبل آخر ضيوفنا لليوم ونروح لعالم الرسم والإبداع التشكيلي، خلونا نكون بتقرير ومحافظة طرطوس، واحتفالا باليوم العالمي للسكان أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع محافظة طرطوس ورشة عمل حوارية بحضور الفعاليات الرسمية والمعنيين بالشأن السكان. يعني حنكون بتفاصيل أكثر مع زميلنا محمد حسن. احتفالاً باليوم العالمي للسكان أقامت الهيئة السورية لشؤون احتفالاً باليوم العالمي للسكان أقامت احتفالاً باليوم العالمي للسكان أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع محافظة طرطوس ورشة عمل حوارية بحضور الفعاليات الرسمية والمعنيين بالشأن السكاني. بأهمية الملف السكاني اليوم وارتباطه بالعديد من المفاصل وأهمية التوجه لحل المشكلات السكانية إن وجدت، كان تفكير الهيئة بأنه أهل مكة أدرى بشعابها، من هون نحن عم نسلم المعلومات والتفاصيل الخاصة بطرطوس إلى من هو بموقع القرار
ومن يستطيع العمل على تنفيذ رؤية معينة باتجاه السياسة السكانية بما يتوافق مع الأرقام المعطية، بما ينعكس أيضا بنهضة في طرطوس. الورشة تضمنت عرض تقرير عن حالة سكان العالم ولمحة عن حالة سكان سوريا والإضاءة على خصوصية طرطوس. إضاءة على تقرير حالة سكان سوريا وخصوصية محافظة طرطوس من أجل البدء التمهيدي لإعداد سياسة سكانية محدثة تتلائم وفق الاحتياجات والأولويات في هذه المحافظة. أهمية إقامة الورشة تأتي من العناوين الرئيسية العريضة اللي عم تطرحها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وهو الإنسان اللي هو أساس عملية التنمية بالإضافة للحفاظ على الأسرة السورية متماسكة. دراسة مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية بطرطوس بأهداف استراتيجية هو أهم ما جاءت به الورشة، من خلال دعم الأسر وتمكينها وتحسين القدرات في التشغيل والتعليم والصحة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وبنهاية صباحنا لليوم حنروح للريشة والإبداع والروحانيات بالفن التشكيلي ومعرض ألف ليلة وليلة اللي كان بصالة الشعب واللي حمل هذا العنوان الجميل. رح نتعرف على هذا المعرض أكثر وعلى الأعمال اللي ضمت المعرض، وضيفنا لليوم هو الفنان بشير. بشير، بدي لك صباح الخير أستاذ. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية، مبروك المعرض. الله يبارك فيكم، وفرصة سعيدة أنه دائماً نلتقي بالإعلام السوري اللي بيسلط الضوء على الإبداع بالعموم. واجبنا أستاذ. أهلا وسهلا فيك أستاذ، يسعد صباحك. ألف ليلة وليلة هو اسم معرض حضرتك في صالة الشعب، خلينا نحكي عن هذا المعرض وأيضا كم عمل ضم اليوم. هلأ هذا المعرض كان مختلف عن معارضي السابقة بالفكرة والموضوع وطريقة الطرح. يعني كانت أعمالي السابقة هي عبارة عن حروفيات، تكوينات هندسية، بناء إسلامي معماري ضمن لوحة تعبيرية واقعية. هذا المعرض أنا حاولت يكون في موضوع معين، هو موضوع فكرة ألف ليلة وليلة. هي ألف ليلة وليلة معروف، يعني قصة تاريخية فيها صراع بين الخير والشر وشهريار وشهرزاد. من انتصر يا أستاذ؟ بقى هذا الموضوع أنا حاولت استفيد منه بإني أنا وصفه بطريقة خاصة، وقحام الخيل والفارس والعنصر الإنساني والعنصر النباتي والبناء الإسلامي ضمن لوحة واحدة ضمن الخط العربي وبعض رموز قراءات عربية. ولهذا السبب نحن اليوم يعني أخذنا عنوان ألف ليلة وليلة، كونه اليوم عم يعني نستذكر هي القصة الجميلة. طيب خلينا نروح لأجواء المعرض للناس، لإقبال الناس اليوم. السوشيال ميديا بعد شوي الناس عن المعرض إلا الذويقين واللي بيحبوا هاي القصص، يعني بتلاقيهم متواجدين بالمعرض والباقي ممكن يعني يتصفحوا على السوشيال ميديا. كيف كان الإقبال ضمن المعرض؟ هلأ نجي لحنا إذا بدنا نحكي بالخصوصيات أو بالعموم بالسوشيال ميديا أو بالحضور، هي شغلة أزواق صفت. يعني هلأ الظروف الحياة الإنسانية بجوز واحد حابب يحضر بس الوضع تبعه وعمله والتزامه عم يمنعه، عم يستعين بالمرئيات. يعني هي الأمور عم تساعده أو عم نوعا ما عم توصل له الفكرة، بس في أغلب الأشخاص بتفضل الحضور يعني، وكان في حضور مميز الحمد لله ضمن معرضي. هذا الشيء يعني بدل انه مهما كان في حواجز الناس قادره انه هي تتجاوز هاي الحواجز وتحقق الغايه اللي هي بتريدها. تمام، لاحظنا التجديد بالحروف بالحاله عند حضرتك من ادخال ايضا العناصر ومزجها مع اللوحه، خلينا نحكي عن هذا التجديد. هلا انا كانت بالبدايه الحروف اللي عندي غير مقروءه، هي عباره عن حروف عربيه بس فيها تماهي، يعني أول الحرف بيكون موجود نهايته متماهي. هون اختلف الوضع، في حروف واضحة، في عبارات صريحة، في فكرة يعني معبرة ضمن اللوحة. يعني قارئ اللوحة لح يشوف أنه في تكوينات، في ربط مشترك بين الحرف والعنصر الموجود ضمن اللوحة.
طيب استاذ بشير، اليوم يعني معروف عن حضرتك ومن خلال لقاءاتنا المستمره يعني انه دائما حضرتك عندك نشاط وحركه مستمره بالتجديد والرسم، واليوم مع الف ليله وليله في ايضا نحن معرض مقام بالرياض، يعني اكيد عم يتزامنوا مع بعض، نحكي عن المعرض بالرياض والاقبال عليه وشو تناول ايضا نفس الفكره. نفس الوقت نفس التوقيت كان في عندي معرض بالرياض، هو سميته رياض الحرف. كان في مثل ما حكيت انه العناصر الاسلاميه موجوده ضمن اللوحه بشكل واضح، التكوينات الاسلاميه، البناء المعماري الاسلامي، الارابيسك، الفسيفوسا، يعني فيها روح موجوده ضمن اللوحه. هذا الشيء يلي انا خلاني اعمل ربط بين المعرضين، بس المعرض الف ليله وليله كان في اقحام للخيل وللفارس مشان تبين اللوحه انه مو مجرد هو سطح أو كتلة، لازم يكون ضمن العمل الفني في موضوع. هذا الموضوع بدل على القوة، إنه قوة الحصان والفارس هو بيعطي لحاله وزن وثقل للوحة الفنية. خبرنا أكثر عن التحضيرات قبل المعرض، معرض ألف ليلة وليلة كيف كانت وشو التفاصيل اللي عم بتتم قبل المعرض، خصوصا أنه دائما عم نشوف في التجديد والاستمرارية عند حضرتك. هلا أنا دائما متجدد، يعني أنا مثلا بكون عامل معرض، أنا ضمن المعرض بتخطر على بالي أفكار أني أنا لو ضايف عنصر، لو عامل، لو حازف، لو يعني دائما كلمة لو موجودة لو. عندي كلنا لو أستاذ إيه، أنه مفروض تكون غير هيك. بقى هاي الأفكار بتتم موجودة معي، بعمل لأوقات بعض دراسات بحتفظ فيها، بيخلص المعرض برجع بقى وين الهفوات اللي كنت بالمعرض فيها أو الشيء الجديد اللي حابب ضيفه، برجع بوصفه بطريقة تانية، فكرة جديدة، بحيث انه يعني انا كل المعارض تقريبا اللي عاملها 33 معرض ما في معرض بيشبه الثاني، الا ممكن العامل المشترك هو اللون يعني بيناتهم، اما دائما في تجديد بالفكرة بالموضوع بالتوازن البصري. هذا التجديد الفنان اذا ما كان متجدد يعني ما مفروض يكون كبي هيك عن اعماله السابقة، لانه المتلقي يعني. المتلقي بيشوف انه هي لوحة لفلان خلص مع بيقول لك شغله كله مثل بعض، غلط هذا الكلام. دائما بالابداع والفن باي مجال في حركه ابداعيه في تجديد. التجديد هو روح جديده. الحياه كل يوم في خلق جديد، هذا يعني اللي شاف امبارح غير اللي حيشوف اليوم، لذلك الفنان مفروض يكون دائما في عنده نقله. طيب ذكرت اللون انه اليوم انت 33 معرض ما بيشبهوا بعض، وكل معرض كان له بصمه خاصه لبشير بشير، يعني تعرف الناس اليوم انه هاي البصمه لهذا الفنان أكيد. ولكن اللون قلت لي انه اللون يمكن واحد، اليوم شو علاقه الفنان التشكيلي باللون او شو هي العلاقه بيناتهم لحتى اليوم يستهوي لون معين او يشعر بلون معين ضمن لوحاته؟ هلا اللون هو رياحه نفسيه بالدرجه الاولى، يعني انت ممكن تفوتي على مكان في ضجيج من الالوان بس انت باللاشعور بتنجذبي لجزء معين من ضمن المكان، في روح في لون بيناسبك، بتلاقي اشخاص متجهين لطرف ثاني باللاشعور هذا يعني بالفطره. دائما هو اللون بينعكس على الحاله النفسيه للانسان. شو لونك استاذ؟ الازرق؟ انا بحب الازرق، البنفسجيات، يعني هالالوان هي الالوان الفرحيه هاي بنسجن فيها كثير. طيب ما بتخاف اليوم يعني من بعد الانتقادات انه دائما نفس الالوان عم يستخدمها؟ لا لا لا، بس دائما انا الالوان هي اللي عم حطها، اذا بتشوفي الاعمال عندي لوحات فيها جرأه باللون الاحمر، باللون الاخضر، باللون البرتقالي، الوان غير معتاده، الاحمر الهندي هذا يعني الفوسفوري، يعني عندي الوان بتلاقيها ضمن اللوحه، بس اوقات زملائي بيقولوا لي كيف انت دامج هالالوان ضمن بعض، يعني قادر انا طبعا ضمن الخبره تبعي اني احط لون مضاد مع لون ويطلع منسجم ضمن اللوحه. خلينا نحكي شوي عن العقبات اللي بتواجهك سواء بمسيرتك الفنيه او قبل المعارض، التحضيرات للمعارض، شو هي اكثر العقبات اللي عم بتواجهها؟ اكيد ما في عمل الا فيه عقبات، وكيف عم تتجاوز ايضا؟ والله اذا بدنا نحكي على عقبات حياتنا كلها عقبات كثيره عقبات الماديه، لذلك انا يوم فوت على المرسم بحط كل شيء على طرف، يعني انا هي الشغله الاساسيه عندي، بس بلش باللوحه. انا بختلف عن كثير من زملائي مع احترامي لهم كلهم،
انا افوت على المرسم لا بحط موسيقى لا بحط قهوه لا بحط شاي لا بحط ارجيل ابدا. بس نحن متعودين على الرسام هيك. انا لا لا انا مختلف. انا بفوت على اللوحه بحط بفرد هالالوان وخلص بنسجم 3-4 ساعات 5 ساعات بخلص بغسل بحمل حالي وبمشي. خلص اعطيت هذا العمل اعطيته حقه. ما بخلي يكون في عامل تشويش ولو على حسابي انا، لانه هذا العمل بده ياخذ حقه بالكامل. اذا ما اخذ حقه بالكامل اي هفوه المتلقي ما لح يقول لي انت شو عملت او شو ساويت او شو كنت. المتلقي بهمه يشوف عمل متكامل متوازن بالكتله بالفراغ بالتوزيع البصري باللون. ما لح يحط لك عذر مهما كان الضغوطات النفسيه اللي موجوده عند الانسان. المتلقي ما لح يحط هذا العذر لانه هو جاي يشوف جاي يغير جو جاي يشوف شيء جديد. لذلك نحن مفروض اي عمل بدنا نعمله نشيل هي العقبات والمنغصات يعني ولو لحظات لحتى نقدم شيء كثير حلو. طيب استاذ بشير، اليوم من خلال تجربتك سنوات عديده من الابداع والمعارض، ويمكن وقت اللي بلشت حضرتك كان في كنت تتمنى الدعم. اليوم عندنا فنانين شباب جداد تشكيلين بحاجه لهذا الدعم. قد ايه اليوم ان كان الدعم المادي او المعنوي مهم للفنان لاثبات هي الموهبه اللي عنده؟ هلا انا اذا بدنا نحكي بهذا الخصوص انا احكي شغله صغيره. انا اول مسيرتي الفنيه كنت امسك اللوحه واركض فيها من قرنه لقرنه لحتى اشوف حدا يدعمني يعرض لي العمل. صدقا يعني، لانه الفن مثله مثل اي مجال في محسوبيات وفي علاقات وفي بده هذا مهم هذا مو مهم. المهم انا عملت معرض عن الطبيعه وكان اول لقاء صحفي لي بجريده البعث. لا اريد ان اكون رقما، اريد ان اكون مساحه جميله في حالات الابداع. وهون بلش انه مين انت وليش وكذا. أنا يا بدي أكون فنان وإلي بصمة يا أما لا بترك هذا المجال بخليه هواية وبتركه لغيري بجوز في غيري أحق منه يعني يكون موجود بالساحة أحق مني. أنا أصريت أني يكون أعمل اسم وأعمل بصمة وأعمل وجود وأعمل حضور. وطبعا أنا هذا الشيء ما صار لحاله طبعا بالمتابعة معارض متابعة فنانين عالميين فنانين سوريين. كمان أنا بحب اشكر الاستاذ انور رحبي كان له فضل علي، الاستاذ سعد يقان، يعني في فنانين متميزين انا كان باخذ رايهم. ومو عيب انه الفنان مهما كبر يستشير زملائه او اصدقائه لانه نحن بنكبر ببعض. النجاح ما بيكون النجاح لحاله. مستحيل تلاقي انسان ناجح بيقول لك انا نجحت، هي انانيه. النجاح دائما في مين داعمه، في وراء كتل، في وراء اشخاص محبه. لذلك نحن مثل ما يعني انتشأنا ووصلت لهالمكان انا مفروض من واجبي اقدم هي الخبرات للجيل الجديد. طب بالنسبه لهي الخبرات والشيء اللي عم تذكره حضرتك، اكيد انت النجاح لاي شخص بده جهد بده تعب لحتى توصل لهذا النجاح. اليوم حضرتك حبيت انه حدا يدعمك من انت وببدايات مسيرتك الفنيه، كل حدا بحاجه لدعم. اليوم كيف عم تتعامل مع الاشخاص اللي هنن بحاجه لدعمك، سواء الشباب او في فئات صغيره يمكن عم يكون عندها هي المواهب والهوايات؟ تحكي لنا شوي عن هي التجربه. هلا انا من هالناحيه ما بقصر مع اي انسان، اي حدا موهوب ولو خريج دارس او موهوب عنده انه الحب يكون انه متميز انا بوجهه. بس قبل ما وجهه بشوف مستواه، يعني هو مستواه لوين موصل، متقدم هاوي حديث، يعني انا بوجهه ضمن الخبره تبعي وضمن هو امكانياته. يعني في اشخاص قد ما انت اعطيتيهم مجالهم محدود لا يمكن يطلعوا عن المجال تبعهم. وفي اشخاص بتحسي عندهم القدره انه هذا خلال فتره ينتقل لمكان كثير مهم. لذلك انا دائما بس المعلومات اللي عندي بعطيها للكل نفس المستوى، بس كل واحد بياخذها حسب هو بقى خبرته حسب اشتياقه. لا في اشخاص بتلاقي عنده الشغف القوي انه انا بقول لك بدي صير مهما كانت الظروف انا بدي صير. هذا لو ما دعمتي انت رح يصير لانه هو عنده القدره وعنده الابداع انه يتحرك. لذلك ما بقصر مع حدا انا بكل المجالات، وبالنهايه التوفيق على الله. يعني كل انسان مثل ما بيسعى بيوصل للغايه اللي بده اياها. استاذ بشير، اليوم المشهد التشكيلي في سوريا يعني شو رايك فيه من خلال خبرتك؟ والله انا المشهد التشكيلي بسوريا لو موجود هذا المشهد بدول العالم لكانت سوريا من اهم دول العالم بالفن. اشرح لنا اكثر.
الخامات والخبرات يلي موجودة بسوريا من الشباب والأساتذة والمخضرمين تضاهي الخامات الموجودة بدول العالم. أنا طلعت أنا لبرا وشفت بالسعودية، بدبي، بالإمارات، بعدة دول برا في الدعم المادي والمكان، برا بيدعموك ماديا، المكان موجود ودعم المادي، بس ما في عندهم هاي الخامات القوية والخبرات. عندهم الإعلام قوي بيسلطوا الضوء على أي إنسان بيطلع بيصير فنان عالمي. حطيه قارنيه مع فنان سوري كمستوى، مع احترامي للجميع الفنان السوري مستوى عالي، بس الظروف والأوضاع دائما تأخذ شيء من الإنسان. وإن شاء الله لحنا الأيام القادمة أكيد سوريا رح تكون بشكل إن شاء الله متوهجة أكثر، وفي حضور للفنانين، وفي بصمة، في بصمة سورية موجودة يعني، وبقي بكل دول العالم في فنانين سوريين لهم بصمة يعني. تمام، تحكي لنا شوي عن التحضيرات القادمة لحضرتك، شو الشيء اللي عم بتحضر له والأشياء الجديدة، وهلا في دورات تدريبية عم بتقوم فيها بالنسبة لسواء أطفال أو فئات الشباب الجيل الجديد؟ هلا بالنسبة للدورات التدريبية دائما مستمرة عندي، موجودة يعني بشكل دائم حسب بقى الطلاب يلي بتحضر يعني. في طلاب بدهم يفوتوا كلية، في طلاب دارسين جامعات طب محاماة عم بيحاولوا يكون عندهم الرغبة في أعمار صغيرة، في أعمار صغيرة يعني مشكل عندي كل المجالات. وبالنسبة لتحضيراتي أنا دائما يعني عندي شيء جاهز يعني هلا أنا في امتداد لألف ليلة وليلة، في نفس الفكرة بس فيها تطوير أكثر، ممكن العناصر تكون أكثر، فيها تفاصيل أكثر اللوحة، بحيث أنه يكون المعرض مستمر وإن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله. اليوم قد إيه جرأة ضرورية عند الفنان خاصة التشكيل، يعني كان بجرأة اللون، بجرأة طرح الموضوع بميزه وبيعطيه هيك خلينا نقول بصمة غير الباقيين. في فنانين خجولين حتى برسمه بتحس خجولين. هلا هي بالتكوين الفيزيولوجي للانسان يعني، في فنانين فعلا خجولين يعني الكلمه ما بتطلع منهم بس مبدعين، وفي فنانين متحدثين وطليقين كمان مبدعين. هي حالات يعني، احنا ما بنحسن نقول هذا منيح وهذا سيء، لا، هن كلها حالات متوازيه، كلهم محترمين مهمين، بس صفت هي الحالة بتنعكس على اللوحة يعني. في عنا مثلا في فنان عنا اسمه بطرس خازم، إنسان فنان قدير، إذا بتشوفي لوحته كلها شفافيات، ما تلاقي فيه لون، ضبابيات هيك، وهو طبعه هيك، هذا هو طبعه هيك. وفي فنانين يعني مثل مثلا فنان سيروان برام، معروف هذا الاسم، ألوانه حارة صخبة، شب هو جريء يعني، هي بتنعكس على الحالة النفسية للفنان دائما بشكل عام يعني. طب برأيك الحالة النفسية أو الشيء الذاتي للفنان، في فنانين يمكن بيتأثروا بمحيطهم بتكون معظم لوحاتهم من وحي المحيط اللي هنن عايشينه، في فنانين بياخذوا الشيء الذاتي أو الشيء اللي عايشينه هنن بيكون طاغي على اللوحات، برأيك أي هو الشيء الأصح اليوم؟ الأصح دائما الذاكرة البصرية وذاكرة المكان والبيئة اللي عايش فيها، التراث يعني. أهم فنانين بالعالم انطلقوا وانشهروا من تراثهم. يوم الفنان ما بينطلق من الأساس، من تراثه ومن بيئته، يعتبر فنان متصنع يعني. في فنانين فاتوا على التجريد، تعي لهم ارسموا واقعي ما بيعرفوا، السبب لأنه لحقوا التيار، لحقوا الموجة مثل ما بيقول يعني. بس الفنان الأساسي هو انطلاقته من البداية، من النقطة، من الورقة، من التفاحة، من الحرف، من الحركة باستمرارية. بعدين أنا يوم بدي أعمل تجريد، بدي أعمل لوحة ولو لون واحد، عندي خلفية مسبقة، معروف أنا شو شاغل، شو عامل، شو مساوي. أما أنا فوراً أجي فنان أطرح عمل مساحة لون، الكل رح يقول كيف هذا يعني. الصدفة تلعب دورها، وهذا الصدفة وبينجح، بس ما في عنده أرضية ثابتة، ما بيستمر. أكيد بدنا نتمنى لك التوفيق بكل أعمالك الفنية والقادم، ونشوفك دائما بالمكان اللي بتتمناه. شكرا إن شاء الله. شكرا لكم ومجهودكم هذا يلي تستحقوا الشكر عليه. شكرا أستاذ بشير لحضورك اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق وبانتظار كل جديد من حضرتك. الله يبارك فيكم، يعطيكم ألف عافية.
أما نحن وصلنا لنهاية صباحنا اليوم، شكرا لك يا ليلى، وأكيد بدنا نتشكر كل وسائل الإعلام والكوادر الوطنية اللي كانت مبارح متواجدة على امتداد ساحات المحافظات السورية ضمن المراكز الانتخابية لتغطية الانتخابات. يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا، وأكيد كل الأشخاص اللي حيوصلوا لقبة البرلمان بدنا نبارك لهم ونقول لهم اليوم هذا الصوت اللي أخذتوه هو أمانة لكم لتوصلوا صوت الناس وتسعوا دائما لحل المشكلات وروح للتغييرات على جميع الأصعدة. كونوا بخير، باي باي. شكرا لك يا رشا، بقية نهار حلو لك ولكل الأشخاص اللي عم يحضرونا، وأيضا الكادر الفني اللي كان مرافقنا بالكنترول وبالاستديو. أكيد بتمنى لكم بقية نهار حلو مزروعة الابتسامة دائما على وجوهكم رغم الضغوطات الصعبة اللي عم نعيشها، النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية، لكن هذا الشيء ما بيمنع أنه نبتسم لأنه يومنا عم يمرق. ودائما بقول سواء نزعلنا أو رضينا نهارنا مارق. تبقوا بألف خير، باي.